هكذا يبدأ يوم أعوان الحماية المدنية بولاية البليدة. المنادات على كل من يستعد للبدء بمناوبته في مجابهة وباء كورونا الذي جعل المدينة تتصدر عدد الوفيات والإصابات. يتلقى الأعوان اتصالات المواطنين يبلغون عن حالات إغماء أو اشتباه بإصابات بالفيروس. تحول الاتصالات إلى مختصين يسارعون إلى ارتداء اللباس الخاص بمثل هكذا تدخلات والتوجه بسرعة نحو سيارة الإسعاف للانطلاق نحو وجهة البلاغ. هذا شاب أغمي عليه في وسط مدينة البليدة. تنقله سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى. متعودين على التدخلات في حرائق الغابات، متعودين على التدخلات في حوادث المرور، في الفيضانات، في الأخطار، في الزلازل، ولكن الأخطار البيولوجية لم نكن متعودين عليها. لذلك مع انطلاق الوباء في الصين ابتداء، نقول بداية شهر فيفري كانت انطلقت على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة عملية تكوين خاصة في كيفية التدخل في إطار الأخطار البيولوجية. عند انتهاء اليوم يعودون إلى مركز الوحدة ويقومون بتعقيم أنفسهم قبل الدخول. قد يبلغ عدد المهمات في اليوم نحو 60 في ولاية البليدة. لأول مرة يجابه أعوان الحماية المدنية الجزائرية وباء بحجم فيروس كورونا. كل اتصال الآن يعتبر بالنسبة إليهم مشتبه به إلى حين ثبوت العكس، خاصة وأن كثيراً من الأعوان قد انتقلت إليهم عدوى الفيروس ودخلوا حتى العناية المركزة. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.